بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هوري وحان جعلهاي مسؤولين تا سراء دلدها ماان تهال كنفرديو قدومياها قبالكا قدومي كوحيغينكا عرماها بلشدة قبالكا مسؤولين تاكالو ووزارة كلية قسكيغا صاحبة داي ماان تهو حان سكوغن من عرين رنتي مهيمة وعنيغا عرقتيغا إذا رنتي بل رمضان نوعه يعني عبادة نوعه محيلا وحان سكون نمد إن آن أرضي الصومالية نوعه أطيال لحين عن محوقها كتشن سيدا لغو ورقبو امتحانك شهادك أها دوكسيغا السارة نصيب درر لعدي أويت وحا مسؤولين تا وحبرشادة لما أنتود أيوة عن هين وزارة وحبرشادة كلية وآه دلده وآه مامل قوليدي وآه قول كبنادر وإنت بضن أرديدا أرديدا امتحان كجليسو بقول كي سداتا وحكي مادان قول كبنادر يدو عن لوك الحرن مركي فشل كاس ونغل عاي وحنوا كده دونا فشل كا رنتي ولا وده جرمدي جوان وجار ووزارد وإيجارتي مرنا بمعهن وش ده حد يتيلي دنتو لجاهد لا يمر بالتوسينا وحيد مستقبل كأرض الصومالية سنة كان دوكسي قصر لماينا عاد أيام غفر حسناي رنتي وانا كأمانا يا مسؤولين توردن سيدا إسكاغا حل ساريان عرنتاس أنه وزارة أهان أهميد وين النغل هذا إن أردغو أو ياشو محيالا أردغو مركو قال نجيبيو سيدا ودونا بحكو قال نجيبيه مسؤولي ديسو حكسو وريقسا وزارة وزارة دالغربا إني جاعدو هلان وزارة دالغربا إني تاييان محوها أقون ديسا دنبه وأي متقانا سكولارشيبس إيو هلان مرحبنا أردي ليت إن إنتان درنا سمع درنا بناك وكل كل ما آخر كان سمع حب برنا لسويش مركا سيجارة هي أنك نوت هذا نساء لكن وحن هو بقى وحن نقول الحج على بدن دلذيه دت كان سو بربري وهذا أردي واردكم دت كمان تهلكني ذكر أحد لي وعدت كي markii umada Soomaaliyeed ay maanka dhumisay qoriyo isku qaateen qalinka iyo guri aad wax ku barataan idi hagaaji daladu waa dadkaas waa dadka runti wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan uga dambeyno tacliinta ay gacanta ku hayaan maanta iyagii ayaan raali ka ahayn nooca wax ku socdaan wajra in laga xumaaday wax laga xumaadana waa tahay imtixaan isku diyaarisay marka gashay in la yiraahdo waxba kama jiro waa wax runtii laga xumaado laakiin waxa ka xun oo ka xanuun badan marka shahaado lagu siiyo aan qiimo lahayn taas ka xanuun badan waa garowsan karaa in carab badan ay keentay social media muxuu ahaa aad ama looga cay tamam looga dagaalamay laakiin waxaan rabaa ardada يوالدين تهل شيء إن كفكران وآه شهادة أرض وقاعدنا إنه النقض شهادة أدوك وكفاح هذا الشقة تاعي هي هذا تاعي أقوم كلامه إيه سنقول نمد حجة وهرت على وحكحن أنت امتحان لور ما لهم كل نقله إن سنة ضبط إن قال النقط تاسا كحن سوشيال ميديا يعني مالمان عدو في رنا إن شاء الله يضرات dad London joogo ilmoodi London geysti ayaa arurteen halkan joogto wax u sheegay dariiqatan mudaharaad heblo oo rabay inuu dowlad challenge garee oo dowlad Soomaaliyeed oo shaqeynayso oo siyaasad ahaan ku mataqana ku u baxsan laakiin qofka uu rabay inuu isticmaalo iyo mustaqbalka uu rabay inuu ku ciyaaro waa kaaga waalidiinta iyo ardayda waxaa la qabaa taladii meeshan laga soo jeediyay oo ah in gadaal aan isku noqono imtixaankani
امتحان ومعلومه وحل وحساباتها وحاد هيد واتاي دا ارده وانا اكسن هيد واتاي حدا ددال بدن سو غشاي واتاي وليبه وحا كفيعن امتحان كهدا سو صعدو كهدا سوق غلي وح بدن كما دوانا دور اديغا با وحا هليبا ليلس زياده وزاردو اني نيت سمي قبطو واتي تريبين كانتي او امتحانادي هوري انت كانتي يا فسراديدي تيفي دي يوتيوب يا دات كويستين تن وحيديس نقونيسا زياده مركا هاشريسننا وا دينا واناغا دات كان روان اني وحود با سياسديان ييسن وحبرشدا نغا سياسدين وحي كلاي سمينايان عيد كلاي باعسنا اسك باعسدان لكن مرنبا هاو اوغلاننا ان مستقبل كان نينكا دلنيردا ee Soomaaliyeed ee adduunka hadda yaani u baxa soo baxay ah in mustaqbalkiisa lagu ciyaaro waxa rabaa inaan kelmad kaliya ka yiraahdo wixii dhacay maxay ahaayeen wixii dhacay waxay ahaayeen faldambiyad iyo ka dhacay ilaa hadda ma naqan laakiin ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda waxay intaba aad ugu howlan yihiin warbixinada yaani siyaasadda hadda raban inaan meeshan ka sheego nay kalsooni ugu galiyeen inay salkeedii tagaayaan aan u duceynayna Ilaahay dadkaasna khiyaanay ee falkeena nagu celiyay ee nakadeeday ee rabay inay khalkhal naga galiyaan tacliinta inay Ilaahay gacantooda uu ku soo qabto aan maawl boon joogno uga duceyn dambi waa dhaca waxaas umad joogo muxuu u dhacay ma dhahayn laakiin ina culayska saarno idii soo bandhigno qofkii falkeena nagu celiyay ee na khiyaanay waa hawl nootaal waa hawl aad nagu qiimeyn doontaan hadii Ilaahay raahdo muxuu ahaa ha sharaysanina imtixaankan imtixaan wanaagsan uu noqonayaa hadii eebba idmo waqtigiisa aan ku qaadeyna annaga wasaarad ahaan wuxuu nagu kalifay yacni niyad xumo badan runti dad badan oo wanaagsan oo tacliinta wax badan ka soo qabtay oo uur xuma maanta jiro ala ajli halkaas qof boqol iyo afar goobooda imtixaanka lagu qaadayay mid ka mid ah way dadka kulligood meesha lagu wada masuuray waa wada aragteen waa hal goob oo imtixaanka ka wadiyay iyadana haddii eebba idmo waxa weeye ma taqaanaa gacantaan ku soo dhigi doona haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rabaa inaan bahdo waxbarashada haday tahay dalad haday tahay maamul goboleedyo haday tahay gobolka Banaadir haday tahay wasaaradda haday tahay waalidiinta haday tahay ardayda inaan tan u midowno oo aan tayeyna aqoonteen shahaadada aan wadano aan sii qurxin waxaan weli idin ku bishaareynayaa sanadkan shahaadadu waa ka sii adag tahay tii la qaadan jiray waa ka sii adag tahay yacni security features aan caadi ahayn oo adag ayaan u yeelnay waxaan intaas u sameynayna waxa weeye wixii aad shaqaysatay mid aan shaqaysanin inuu ma taqaanaa shahaado la mid ah wato ayaan juhdigaas u gelinayn waxa aan u danaynayno rabna inaan tayeyno qiimeyno waa adiga dib ugu noqon maayo wixii maantay dariiqa tagay ana waxaan aaminsanahay waa nadoo ka badnaa haddaan bahda waxbarashadana wixii dariiqa socday aada nadoo ka badnaa maxaa yeelay waxaan isku dayay inaan ardayda la hadlo waxaan arkay arday uma ekeen dad dhagaxya tuuraay oo ma taqaanaa aan caadi ahayn ayaan la kulan waa nagoo ka badnaa dariiqa wixii aadaanay bal annagu aan isxafidno wabilaahi towfiiq waa mahadsantihin.